بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالحضور، شاكرين حضوركم، ونشكر غرفة الرياض الممثلة بلجنة الاستثمار في تعزيز مثل هذه الملتقيات للتفاعل بين هيئة سوق المال والمستثمرين والشركات المرخصة. طبعا حنا العرض يختلف شوية عن أخوي محمد، عرضنا حيكون في برزنتيشن، عرض من الشباب تتراوح ما بين 7 إلى 15 دقيقة بعض الزملاء، وبعدها نبدأ ننتقل معاكم عشان ناخذ الأسئلة. طبعا اسمحوا لي، لأنه بناء على العرض حنبدأ نعرف بالأخوان. محمد الرميح هو مدير إدارة المبيعات وعلاقة العملاء في السوق المالية، حصل على البكالوريوس في نظم المعلومات من الملك فهد، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية مانشستر للأعمال. سعد الغريري مدير وحدة الطرح العام لأدوات الدين في قسم إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ، بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة الملك سعود، ماجستير إدارة الأعمال من جامعة باري في الولايات المتحدة. زميل الأخ معاذ الخصاونة حاصل على البكالوريوس من العلوم المالية والمصرفية نظم المعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديل هاوس بكندا. وأخيرا وليس آخرا، الأستاذ صالح بن عبد الله الحناكي، طبعا 20 سنة في الخبرة في المجال الاستثماري، بكالوريوس في الأساليب الكمية من جامعة الملك سعود، ماجستير في الاقتصاد من جامعة كولورادو، وفي الرياضيات من جامعة ميشيغان في الرياضيات المالية. طبعا حنبدأ على بركة الله، طبعا حنا وقتنا بإذن الله حدود الساعة، زي ما قلنا حنتكون في حدود 45 دقيقة أو بين 40 إلى 45 دقيقة اللي هو العرض من الزملاء، وبعدها حنترك بقية الوقت لأسئلتكم، وعلى بركة الله نبدأ. أستاذ محمد. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذ سعد، شكرا ضيوف في الجلسة الأولى اللي أعطونا كنا تجاربهم بخصوص التحول إلى شركة مساهمة عامة بما يتعلق بالقطاع أو طبيعة العمل لكل شركة. الآن بستعرض بشكل عام أهم التحديات والإيجابيات حول التحول، الخدمات والنقاط الرئيسية حول عملية التحول. طبعا نبدأ شيء بشيء. يذكر أنه أول شركة سعودية مساهمة كانت شركة العربية للسيارات في عام 1930، وكان ذاك الوقت تقريبا ما كان في أي تنظيمات للسوق المالية حتى العام 1984، لما تم وضع التنظيمات الأساسية تحت مؤسسة النقد العربي السعودي سامة. في عام 1985 تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، وحصلت لحظة تاريخية صدور نظام السوق المالية في عام 2003، ومنها انبثقت هيئة السوق المالية والهدفها وضع التنظيمات والتشريعات الأساسية لتنظيم السوق. في عام 2007 تم تأسيس شركة تداول برأس مال 1.2 مليار ريال. في عام 2009 تم إطلاق الهوية الجديدة ومنصة التداول للصكوك والسندات. في عام 2013 تم تطبيق آلية جديدة لإدراج التداول حقوق الأولوية وإحدى ثمرات التعاون المشترك ما بين هيئة السوق المالية وتداول نحو تحسين خدمات المقدمة للمستثمرين وللشركات المساهمة العامة وتحسين سبل التمويل لهم. في عام 2015 تم فتح السوق السعودي للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بما يسمى QFI، وتم إعلان تداول إدراجها في السوق المالية في عام 2018. أنا دائما يقولون إنه أنتم تحثون الشركات ولا أنتم شركة مساهمة عامة، أعلننا إن شاء الله أنه في عام 2018 راح نكون شركة مساهمة عامة بإذن الله. في عام 2016 تم تحديث ساعات التداول إلى تصبح من 10 إلى 3 عصرا، أعلننا عن السوق الموازي، وهذه راح تكون أحد المحاور للجلسة الثالثة إن شاء الله، مع تعديل المدة الزمنية للتسوية تصبح T+2. طبعا تاريخيا عدد الشركات في السوق المالية السعودية، احنا نلاحظ أنه في عام 1990 كان هناك فقط 57 شركة، شوف زيادة طفيفة عدد الشركات حتى إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2003. وفي عام 2004 بعد وضع التنظيمات الأساسية أصبحت الشركات تعرف بالضبط أهم التزامات متوقعة منها
لا من ناحية الالتزامات المستمرة أو ما تحتاج أنه تقدمه للتحويل المساهمة عامة، نشوف أنه زادت عدد الشركات بشكل مطرد لتصبح الآن 174 شركة، قريبا إن شاء الله 175 شركة. هنا نبذة بسيطة عن السوق المالية. ناحية السيولة نعتبر من أكثر سوق العالم سيولة ومعدل الدوران، المؤشر العام والكميات المتداولة، إدراجات الأسهم. نلاحظ أنه كان فيه ارتفاع في عام 2010، في عام 2016 حتى الآن 3 شركات، قريبا إن شاء الله نكون 4 شركات. فخلال النصف الأول بإذن الله نكون حققنا رقم مساوي ل 2015. في عام 2014 نشوف أنه رقم عالي، اللي هو كان طرح البنك الأهلي، ويعتبر ثاني أكبر طرح على مستوى العالم في ذلك الوقت. من ناحية سوق صكوك السندات، مو بالشكل المشجع، لكنه أنا شوفنا يمكنه في تدني بعدد الصكوك، لكن هذا في السوق العام. من ناحية السوق الخاص وخصوصا للشركات المساهمة العامة نجد نشاط عالي، وهذه أحد السيولة التمويلية اللي نتكلم عنها بشكل مفصل. هذه طبعا مؤشر يبين حجم السوق مقارنة باقتصاد أو بحجم الناتج المحلي. ففي السوق السعودية تمثل اللي هو القيمة السوقية للشركات 55%، وهذا أقل من المعدل العالمي اللي يعتبر تقريبا 59%. فيعطينا مؤشر أنه لا زال هناك الإمكان أنه ندرج الكثير من الشركات، وهناك مساحة لزيادة عدد الشركات بشكل أكبر من الموجود حاليا. المزايا والتحديات. من أهم المزايا اللي نذكرها هنا اللي هي تعزيز السيولة للمساهمين. تكلموا عن ضيوفنا في الجلسة الأولى أن متى ما كانت الشركة مساهمة عامة هناك مرونة عالية في التخارج أو في الدخول، طبعا وفق ضوابط معينة سهلة جدا بالنسبة للشركاء والمستثمرين زيادة حصصهم أو الخروج منها. فهناك سوق نشطة زي ما تكلمنا عنه أنه السوق المالية تعتبر من أكثر الأسواق سيولة، فيعطي مرونة عالية للشركات، وذلك من خلال أيضا من سهولة تقييم الشركة. فبعد ما تكون الشركة مساهمة عامة معلوماتها موجودة من ناحية الإفصاح، القوائم المالية، خططها، التقرير السنوي، يعطي قيمة فعلية لقيمة سهم الشركة من خلال وجود الناس المتخصصين أو المستثمرين المتخصصين اللي يضعون السعر العادل للشركة. فرصة أسهل للتوسع العالمي وتعزيز مصداقية الشركة، وهذه جميعها ترتبط في نقطة واحدة اللي هو زيادة الشفافية. هناك ثقة أعلى لما تكون الشركة مساهمة عامة، في شفافية، في ضوابط الحوكمة، فيها مجلس إدارة مستقل يعزز من مصداقية الشركة، وهذا يعطيها فرصة أسهل للتوسع عالميا، كون الشركات العالمية تفضل الشركة المساهمة العامة عن الخاصة إذا تساوت الظروف. طبعا طبعا هذا يعزز من الخيارات التمويلية الإضافية للشركات المساهمة. أولا في اللي هو سوق السندات والصكوك، وهناك في مجهودات نقوم بها حاليا لتحسين البيئة العامة لهذا السوق. من ناحية الجهات التمويلية سواء الحكومية أو الخاصة، تعامل دائما الشركات المساهمة العامة بشكل أفضل من ناحية الضمانات أو من ناحية تكاليف التمويل، ويمكن أعززها ذكر للزملاء في الجلسة الأولى. تعزيز هوية الشركة، إذا عرفنا أنه في السوق المالية السعودية تقريبا أكثر من 4.5 مليون مستثمر، فمجرد كونك أنت شركة مساهمة موجودة في السوق، أخبارك متواجدة، يطلع عليها الكثيرين، تصبح معروفة الشركة لشريحة أكبر بكثير من قبل ما كانت شركة مساهمة. الاستمرارية، وهذه يمكن أحد المخاطر الرئيسية اللي تواجهها الشركات خصوصا العائلية، الانتقال من جيل أول جيل ثاني. لكن بعد ما تكون شركة مساهمة عامة راح يتم الفصل، أو يكون في فصل أفضل ما بين مجلس الإدارة والملاك والإدارة، فيعزز من استمرارية الشركة. طبعا المزايا هذه كلها ما يعني أنه ما فيها تحديات، بالعكس في تحديات كبيرة جدا، أو أولها يمكن الإفصاح. الإفصاح ليس تحدي بحد ذاته، ولكن التغيير في ثقافة الشركة أنه الآن راح تعلن عن معلوماتك اللي تعتبر سابقا سرية، وتحرص أكبر الحرص أنه ما تطلع مثل القوائم المالية، التزامات المستمرة اللي عليك، يعني أنت تحتاج في ربع سنوي
إعلانات والنصف السنوية للجمعيات وإعلانها قبل فترة فيها ضوابط، وهذا الإفصاح أحياناً يعتبر منهك لبعض الشركات اللي تعتبر التجربة هذه جديدة بالنسبة لهم. الوقت طبعاً شيء نسبي ويختلف من شركة لأخرى. من خلال زيارات السوق المالية السعودية العديد من الشركات العالية وجدنا تفاوت كبير من ناحية من شركة لأخرى. هناك الشركات اللي تعتبر جاهزة بشكل كبير، لديها لجان مستقلة، نظامها المالي يساعدها في إعطاء التقارير بشكل مفصل. فالوقت من اتخاذ القرار لتحول المساهمة هنا يختلف من شركة أخرى. شركات ممكن تحتاج إلى سنتين للعمل داخليا وتجهيزها، شركات ممكن تحتاج أقل من كذا بكثير، ممكن توصل إلى 3 شهور أو 6 شهور بحد أقصى. التكلفة، هناك في تكلفة للعملية من جهتين، التكلفة أول مرة من التحول من شركة خاصة إلى عامة، راح نذكرها بالتفصيل الآن، وفي التكلفة المستمرة. التكلفة هذه من ناحية تعيين الإدارات المعنية بالالتزام بالضوابط كشركة مساهمة، إدارة علاقات المستثمرين وما إلى ذلك. فعرضنا احنا المزايا والتحديات. طبعا دائما ناخذ الموضوع، هذا اللي نوصله دائما للشركات، انه ادرسوا كقرار استراتيجي في المميزات مذكورة والتحديات. لازم تشوف انت او تقيس التكلفة من ناحية التحول والمميزات اللي تجربها لك كونك اصبحت شركة مساهمة عامة، وتتخذ القرار بناء على ذلك. الأنظمة، من ناحية الأنظمة عندنا أفضل الأنظمة السيولة. احنا تقريبا تكلمنا عن عمق السيولة، والجدير بالذكر أنه مجموع السيولة أو تداولات لجميع أسواق الشرق الأوسط في كفة تكون أقل من تداول يوم واحد في السوق السعودي كمقارنة، يعطيك مدى عمق السيولة. الدعم، لدينا فريق متخصص دعم الشركات التحول إلى مساهمة عامة قبل وما بعد الإدراج. وقت الاستراحة ممكن تزورون جناح تداول في المعرض والتواصل معهم. التكاليف المحتملة، طبعا هذه تكاليف تاريخيا للشركات اللي ادرجت خلال من عام 2010، أعطيك نسبة من إجمالي الطرح كمعدل هي 3.9 كتكلفة مطلقة، 25 مليون ريال. هذا مؤشر تستخدمه الشركات، هل الآن راح تكاليفي تكون أقل أو أعلى؟ طبيعي ممكن تختلف وفي عوامل كثيرة تغيرها، لكن دائما نعطيها للشركات لكي تقيس التكاليف المتوقعة. إذا عرفت قيمة سوقية وعندنا جلسة نتكلم على تقييم الشركة وطرح منها 30% اللي هو معتاد أنه تطرح الشركات، ممكن يحسب التكاليف التقديرية للتحول. مكونات التكاليف الرئيسية، طبعا بشكل رئيسي المستشار المالي، المستشار القانوني في العلاقات العامة والإعلانات، متاحة التغطية، وهذه كلها متغيرة وتعتمد على استراتيجية الشركة بالطرح. إيش العوامل اللي تأثر بالتكاليف؟ جاهزية الشركة زي ما تكلمنا قبل، سمعتها طبعا، حجم الطرح، وخبرة المستشار المالي. المستشارين الماليين اختيارهم يعتمد على خبرة المستشار المالي في القطاع، فريق العمل، سمعة المستشار والتكلفة. وهذه الشركات انت لما تقوم بعملية وطلب العروض من اكثر مستشار مالي راح تشوف في تفاوت اختلاف ما بين العروض. الجدير بالذكر انه في مستشارين ماليين عملوا الطرح او التحول لشركة مساهمة عامة لاول مرة وكان نجاح باهر. المستشار المالي الخطوات الرئيسية اللي يقوم فيها عملية التجهيز، بناء العناصر الرئيسية في الطرح العام، زيادة رأس مال أو بيع جزء من الشركة، هذه أحد القرارات، لصياغة استراتيجية الطرح العام. عملية التخطيط والتنفيذ غالبا هي بالتواصل مع هيئة سوق المال والأطراف المعنية، من ناحية تجهيز ناشط الإصدار، تشكيل اللجان، المستندات اللازمة للطرح، عملية إدارة بناء الأوامر اللي هي البوك بيلدينج، تحديد سعر الاكتتاب وبعد ذلك طرح الأفراد، إدارة الطرح، وأخيرا آخر مرحلة اللي هو إدراج الشركة في سوق المالية السعودية. خدمات مع الإدراج بشكل سريع، نحفظ حنا سجل المساهمين، تسجيل وإصدار التقارير للشركات بحيث أنهم يطلعون على جميع سجل المساهمين عندهم مع الأرباح والقدرة على التواصل مع مساهمينها. أيضا إدارة جمعية العمومية وخدمة التصويت الإلكتروني، وهذه عن طريق نظام تداولاتي. أي مستثمر وكثير منكم ممكن مطلع على الخدمة، أنك تقدر أنت تطلع على الأرباح، على تقدر تصوت إلكتروني على أي جمعية، فهذه تساعد الشركات حتى في تجاوز أحد الصعوبات اللي هو النصاب القانوني عذرا. خلاص وقت ساعد ما عندي مشكلة. زين إن شاء الله.
وخدمة التواصل تسمح الشركات أنها تتواصل مع مستثمرينها. وأخيرا خدمة المعلومات المالية الموجزة، ممكن نتكلم حنا بالتفصيل أي شركة ترغب بمعرفة معلومات إضافية، وعذرا على الإطالة. شكرا لكم. شكرا جزيلا محمد. الأخ سعد، سعد باقي لك 7 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أرحب بالحضور الكرام، وأيضا أن أشكر كافة المنظمين والمشاركين في هذا الملتقى. العرض اللي راح أقدمه إن شاء الله يتكون من 3 محاور رئيسية، أولها شروط الطرح والإدراج ومراحل الطرح والإدراج، وأخيرا تصحيح بعض المفاهيم ذات العلاقة بالطرح والإدراج. بالنسبة إلى شروط الطرح والإدراج، فهي مستمدة معظمها من قواعد التسجيل والإدراج لهيئة السوق المالية. يوجد بها متطلبات عامة، من أهمها تعيين المستشار المالي للمصدر وتعيين المستشار القانوني، وأيضا موافقة مجلس إدارة المصدر على الطرح، وتعيين ممثلين للمصدر أمام هيئة السوق المالية. يوجد أيضا متطلبات ذات علاقة مباشرة بالمصدر، من أهمها أن يكون شركة مساهمة سعودية، وأيضا أن يكون قد أعد قوائم مالية لـ3 سنوات اللي تسبق مباشرة تقديم الطلب، وأن يكون مارس نشاط رئيسي سواء بنفسه أو عبر شركاته التابعة لـ3 سنوات مالية، وكذلك أن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهر من تاريخ نشرة الإصدار. يوجد أيضا شروط متعلقة بقبول التسجيل وقبول الإدراج، أهمها أن يكون عدد المساهمين من الجمهور لا يقل عن 200 مساهم، وأيضا أن تكون نسبة ملكية الجمهور من الأسهم 30%، وأخيرا أن لا تقل القيمة السوقية للأسهم المراد إدراجها عن 100 مليون ريال سعودي. بالنسبة للمستندات اللي ترافق الطلب، تكلموا عنها يمكن الأخوان في الجلسة الأولى، أهمها نشرة الإصدار، تقارير العناية المهنية المالية والقانونية، ودراسة السوق، والقوائم المالية للمصدر، والمستندات النظامية الأخرى. هذا في خلال عملية تقديم الطلب. بعد الإدراج يوجد متطلبات تعين على المصدر أيضا الالتزام بها، من أهمها الإفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات الجوهرية، وأيضا إعداد تقارير مجلس الإدارة، وأخيرا الالتزام بمطالبات حوكمة الشركات. هذا بشكل عام نبذة عن بعض متطلبات التسجيل والإدراج في السوق المالية. بالنسبة لمراحل الطرح والإدراج، فتبدأ من تحول الشركة إلى شركة مساهمة، بعد ذلك موافقة مجلس إدارة المصدر على الطرح، ومن ثم تعيين مستشارين الطرح، وأخيرا تجهيز ملف الطلب. عند اكتمال تجهيز ملف الطلب يتم تقديمه إلى الهيئة، وتتأكد الهيئة من التزام ملف الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج. خلال هذه المرحلة، في حال وجود أي ملاحظات على ملف الطلب، فيتم التواصل مع المستشار المالي للمصدر ومعالجة هذه الملاحظات. بعد اكتمال الطلب ننتقل إلى مرحلة مراجعة نشرة الإصدار. خلال هذه المرحلة، فريق العمل يقوم بالتأكد من احتواء نشرة الإصدار على متطلبات الملحق 4 من قواعد تسجيل الإدراج، وأيضا الإفصاحات الضرورية الأخرى اللي تهم المستثمر. أيضا في حال وجود أي ملاحظات على النشرة، فيتم التواصل مع المستشار المالي والتأكد من معالجتها خلال المرحلة، وتنتهي هذه المرحلة بمجرد معالجة كافة الملاحظات على النشرة. يرفع الطلب بعد ذلك إلى مجلس هيئة سوق المال، وذلك لاتخاذ القرار بشأنه. في حال الموافقة، يتم الانتقال إلى عملية بناء سجل الأوامر. خلال هذه المرحلة، يقوم المصدر ومستشاره المالي بإعداد عرض تقديمي يتناول معلومات عن المصدر، وأيضا آلية تقييم الأسهم المطروحة. في هذه المرحلة أيضا يتم تحديد السعر النهائي للطرح على الجمهور، على المستثمرين من الأفراد. في نقطة مهمة أيضا أحب أشير لها، أنه قامت الهيئة مؤخرا بنشر تعليمات محدثة لعملية بناء سجل الأوامر، والغرض منها أيضا استطلاع مرئيات المهتمين وإرسال أي ملاحظات حيالها إلى هيئة السوق المالية. وأنصح الجميع، يعني لأنه هذا موضوع مهم في عملية الطرح، أنصح الجميع أنه يطلع عليها ويزود الهيئة بأي ملاحظات على الإطار الجديد.
بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر تطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد، وبعد ذلك الإدراج في السوق المالية. طبعا موافقة الهيئة على الإدراج تعني أن المصدر التزم لنظام السوق المالية ولوائح التنفيذية، وليست توصية بالاستثمار في الأسهم من عدمها. الجزئية الأخيرة في هذا العرض هي تتناول بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بعملية الطرح والإدراج، منها على سبيل المثال هل لهيئة السوق المالية دور في عملية التقييم؟ الحقيقة ليس للهيئة دور في عملية التقييم، حيث أنها تتم بالتشاور بين المصدر ومستشاره المالي، ويتم تحديد سعر الطرح بعد ذلك خلال عملية بناء سجل الأوامر. أيضا يعتقد البعض أن القيمة الحد الأدنى للطرح يجب أن لا يقل عن 100 مليون ريال سعودي، وهو أيضا تصور غير صحيح، حيث أن قواعد التسجيل والإدراج نصت على أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المراد إدراجها يجب أن لا تقل عن 100 مليون ريال سعودي. أخيرا فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الإدراج، يتجنب البعض الإدراج في السوق المالية تخوفا من فقد السيطرة على القرارات نتيجة طرح الأسهم، وأيضا هذا تصور غير صحيح، حيث أن القواعد نصت على أن الحد الأدنى للطرح هو 30%، مما يعني أن المساهمين البائعين سيمتلكون الحصة الأغلبية بعد الإدراج في السوق المالية. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله أكون وفقت في تقديم بعض المعلومات عن عملية الطرح والإدراج. شكرا أستاذ سعد. بنبدأ بالأستاذ صالح. السلام عليكم. نتناول الآن عملية ملف الإدراج، ويمكن الإخوان اللي في الجلسة الأولى غطوا جوانب كثيرة منها، والإخوان في هيئة سوق المال والتداول ناقشوا كثير من نقاطها. فعلى بال ما يجهزون الإخوان يجهزون العرض، بنقول إن إحنا جزء كبير من النقاط اللي بنناقشها يمكن غطوها الإخوان في الجلسة الأولى بشكل مفصل، لأن الجلسة الأولى كانت عبارة عن حالات دراسية لشركات عائلية تحولت من شركات عائلية إلى شركات مدرجة في السوق المالية. إن شاء الله بنناقش ملف الطرح العام، ولا أطول عليكم بإذن الله. زي ما قلنا، كثير من النقاط اللي احنا بنناقشها اليوم غطوها الإخوان في الجلسة الأولى والإخوان في هيئة سوق المال والتداول. العرض بنقسمه إلى مرحلتين: اعتبارات ما قبل الطرح أو اتخاذ قرار الطرح، ومراحل الطرح نفسها. الإخوان في الجلسة الأولى غطوا بشكل كبير المخاطر والاعتبارات اللي المفروض يأخذها ملاك الشركة، سواء أفراد أو عوائل أو مؤسسين الشركة، من ناحية اتخاذ قرار الطرح والتحديات اللي موجودة فيه، سواء من ناحية الإفصاح عن المعلومات قد تعتبر خاصة إذا ما هي سرية للشركة، التخلي عن حصة من الملكية ومقاعد في مجلس الإدارة، والتعامل مع متطلبات الإفصاح والشفافية اللي تفرضها الأنظمة الموجودة في السوق المالية. ولكن الأساس قبل هذا كله، لابد يكون في قصة يبيعها الملاك الحاليين للمساهمين الجدد. يعني تكلمنا كثير عن مزايا طرح الشركات في سوق المال، والإخوان حاولوا يغطون بعض النقاط. في نقطة جوهرية ودي أضيف لها: قد تكون تملك شركة رأس مالها 100، أنت تعتقد أنها تسوى 500، منافسك والطرف الآخر يعتقد أنها تسوى 50. من يوم تطرحها في سوق المال صار بينك وبينهم وسيط يحدد السعر. السعر يبدأ يتحدد بناء على الأداء المالي للشركة وتوقعات المستثمرين للشركة حسب وضعها في السوق. فهذه من النقاط اللي مهمة أنها تأخذ في الاعتبار، وبالإضافة إلى التحديات اللي موجودة من ناحية الإفصاح ومجلس الإدارة. إذا اتخذت الشركة قرار الطرح وتوجهت إلى مسألة أنها ستطرح في السوق المالية بإذن الله، لابد تأخذ في الاعتبار، وهنا يبدأ دور المستشار المالي ودخوله في الصورة عند الشركة، ويعتمد على مدى جاهزية الشركة ومدى إلمام ملاك الشركة بالأنظمة واللوائح والمتطلبات اللي موجودة في السوق المالية. من المهم جدا أن يكون لدى الشركة تنظيم استراتيجي
يحدد المزايا التنافسية للشركة، يحدد الاستراتيجية الشركة اللي لما يدخل المساهم الجديد فيها يقدر يحكم بناء على الاستراتيجية هذه. ولا بد تكون الشركة لديها الموارد اللي لازمة، سواء موارد بشرية أو موارد مالية من ناحية رأس المال، أو حتى الأصول للأنظمة إذا هي تعتمد على نظام محاسبي أو تعتمد على أصول زي مصانع أو أراضي أو خلافه. ولا بد يكون لدى الشركة هيكل إدارة متمكن عبارة عن مجلس إدارة واللجان المنبثقة منه، لابد يكون عندها الكادر الوظيفي اللي يملأ الهيكل التنظيمي بشكل يكون الصلاحيات واضحة، المسؤوليات واضحة، والفصل بين المهام بشكل واضح. ما تصير شركة تدار من شخص واحد، رئيس المجلس أو المؤسس أو من الأشياء المهمة في عملية الإدراج. أيضا لابد زي ما ذكر الأخوان في سوق المال أن تكون الشركة قائمة ولديها سجل تاريخي لا يقل عن 3 سنوات، أصدرت 3 قوائم مالية مدققة خلال الفترة السابقة للطرح. وزي ما ذكروا الأخوان في الجلسة الأولى لابد يكون عندهم إدارة مشاريع متمكنة لإدارة عملية الطرح ونقل الشركة من شركة عائلية أو خاصة إلى شركة مساهمة مدرجة. أيضا من ناحية التنظيم القانوني والمالي لابد يكون لدى الشركة النظام المحاسبي القوي القادر على الوفاء بالمتطلبات الإفصاح ونشر القوائم المالية بوقتها وبالصورة المطلوبة حسب الأنظمة. لابد يكون رأس المال زي ما ذكر الأخوان في هيئة سوق المال كافي، رأس المال عام لسنة، بس لابد يكون قاعدة رأس المال كافية للشركة ووافية لأداء أعمالها. كل الأشياء هذه يتم عن طريق تعيين مستشار مالي. يمكن في الحالة الدراسية اللي شفناها في الجلسة الأولى كان في حالتين لشركتين عائلية، شركة عائلية دخلت مستثمر مؤسسي من المراحل الأولى، والمستثمر المؤسسي هذا هو اللي نقل الشركة وبدأ يدخل فيها الهيكل الإداري والتنظيم الاستراتيجي اللي كان مطلوب لتحسين ملف الطرح. والحالة الثانية شركة عائلية كان أفراد العائلة على إلمام ودراية تامة بالأنظمة وبيئة العمل في أسواق مالية، كانوا قادرين على تعيين مستشار مالي، مستشار المالي قدر أن ينقلهم خلال المرحلة هذه. فهذا الخيارين الموجودات، إما مستثمر مؤسسي يدخل مع الشريك أو تعتمد بالكامل على مستشار الماليين. في من أهم الطلبات هيئة سوق المال هي الحوكمة وإجراءاتها ووجود لائحة واضحة للحوكمة في هيئة سوق المال لابد للشركة أن تتبعها. ببساطة هي عبارة عن وجود مجلس إدارة يكون غالبيته من غير التنفيذيين ويكون على الأقل ثلثه من المستقلين. المجلس الإدارة هذا هو اللي يحدد استراتيجيات الشركة ويتأكد من تحقيق الشركة دائما هذه الاستراتيجيات والأهداف بشكل مستمر، وضع أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف عليها، والالتزام بنظام الحوكمة اللي موجود في الشركة ومدى فاعلية وتعديله عند الحاجة، سواء نظام الحوكمة أو المعايير الأخرى زي السياسات والإجراءات اللي موجودة في الشركة. من مهام مجلس الإدارة أيضا يتأكد أن هذه السياسات والإجراءات مكتوبة وواضحة سواء للموظفي الشركة أو حتى إذا حبوا المساهمين أنهم يطلعون عليها. من أهم اللجان اللي تنبثق من مجلس الإدارة هي لجنة المراجعة. ما يخفى الكثير على دور لجنة المراجعة في تعيين المحاسب الخارجي، المراجع الخارجي، في الرقابة على الداخلية على الشركة والإشراف عليها، وللتأكد من توافق الشركة مع سياسات الإفصاح ومتطلباتها. أيضا لجنة الترشيحات والمكافآت اللي تحدد معايير القبول في مجلس الإدارة وتضع اللوائح الخاصة فيه. هذه اللجنتين منبثقات من مجلس الإدارة، قد تضيف الشركة إليها لجان أخرى زي لجان الاستثمار أو غيرها. ندخل في عملية الطرح نفسها. بعد ما انتهينا من مسألة الأشياء الداخلية داخل الشركة خاصة بالمجلس الإدارة واللوائح والحوكمة، نبدأ علاقة الشركة بالأطراف الخارجية، ويبدأ إدارة عملية الطرح. يكون المستشار المالي له دور أكبر،
يبدأ في التخاطب مع هيئة سوق المال زي ما وضح الأخ من الهيئة، ويبدأ تعيين مستشارين خارجيين سواء اللي يعمل الدراسات السوقية أو اللي يعمل الفحص النافي للجهالة، المستشار المالي القانوني، ويبدأ إعداد السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تمهيدا كله لتجهيز مسودة الطرح أو مذكرة الطرح، ويكون فيها إجراءات طلب التسجيل مع هيئة سوق المال، الأشياء اللي واضحة عندنا اللي من ضمنها مستندات التأسيس، وجود نظام أساسي سجل تجاري صالح ومستمر. بعد كذا يبدأ نفس عملية الطرح ونشرة الإصدار اللي يطلع عليها المساهم المحتمل اللي بيدرس وضع الشركة، في الغالب هو ملخص لكل الأشياء اللي تكلمنا عنها، معلومات أساسية عن الشركة، معلومات المالية، المخاطر المحتملة للاستثمار في الشركة، معلومات السوق والقطاع اللي تعمل فيه الشركة، الهيكل التنظيمي، السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وإدارة التنفيذية، تحليل أداء الشركة خلال الفترة الماضية، المشاريع المستقبلية، والمعلومات القانونية، إقرار إن كان لدى الشركة أي قضايا قائمة أو عقود قائمة قد تؤثر على قرار مستثمر في الاستثمار من الشركة من عدمه، ومجموعة من القرارات اللي تطلبها هيئة سوق المال في نشرة الأصدار. في الغالب عملية الطرح تأخذ حسب جاهزية الشركة وحسب سرعة تعاملها، يعني تعتمد بشكل كبير أكثر من المستشار المالي. يعني مهم في المستشار المالي أن يكون ملم بالأنظمة والمتطلبات، لكن عملية الطرح تعتمد بشكل كبير على جاهزية الشركة وجاهزية الملاك ومدى تقبلهم للتغيرات اللي حاصلة في الشركة. فيمكن 12 ل18 شهر الأولى هي عبارة عن الأشياء اللي تتم في الشركة في المرحلة الأولى ما قبل عملية الطرح أو تجهيز الملف، وبعد كذا تبدأ الإجراءات تصير بشكل أكثر سلاسة وسرعة. فإذا أخذت الشركة، يمكن شفنا الحمادي أخذت سنوات بينما يمكن بجت كانت أشهر، فحسب جاهزية الملاك وتوجههم من ناحية الإدراج. العملية تجهيز وتقديم الملف مع هيئة سوق المال يأخذ من 4 إلى 6 أشهر. بعد كذا إذا صدرت موافقة هيئة سوق المال يبدأ بناء سجل بناء الأوامر، وبعدها تتم عملية الاكتتاب والإدراج والتخصيص والأشياء اللي الناس أكثرهم يعرفونها. بعد الطرح يبدأ مسؤولية أخرى على الشركة، هي مسألة الإفصاح المستمر اللي هو عبارة عن نشر القوائم المالية بتوقيتها وعقد الجمعيات العمومية والإعلان عن أي تطورات جوهرية تتم في الشركة، فتح المجال للمحللين الماليين وشركات الاستثمار لتغطية الشركة وتحليل أدائها المالي ونشر تقارير عنها بصفة دورية، وإتاحة وحدة خاصة بعلاقات المساهمين ترد على استفساراتهم وأسئلتهم. هذا بشكل سريع إدارة ملف الطرح. شكرا جزيلا. على فكرة العرض هذا إذا أحد يبي يمكن يقدر يتواصل مباشرة مع الزملاء عشان تأخذون البرزنتيشن اللي يبغى يحصل على البرزنتيشن. أستاذ معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي معاذ الخصاونة وأعمل كرئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في شركة فالكوم للخدمات المالية. بداية أود أن أشكر غرفة الرياض وتداول على ترتيب هذا الملتقى تحت رعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك أود أن أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا الملتقى وجميع الحضور هنا اليوم. هدف البرزنتيشن هذه هو شغلتين. الأمر الأول هو تحدث عن أهم طرق التقييم المعتمدة عالميا والتي يتم استخدامها في سوقنا المحلي في السعودية. اثنين، تكلم عن أهم العوامل التي تساهم في زيادة قيمة الشركة. التقييم يعتبر جزء أساسي في عملية الطرح العام، حيث يقوم المستشار المالي بتقييم الشركة بالتعاون مع إدارة الشركة طبعا، وتحديد النطاق السعري وإرفاق هذا النطاق السعري من ضمن متطلبات هيئة السوق المالية في ملف الطرح. بعد ما تقوم الهيئة
اعتماد طرح وإدراج أسهم الشركة يقوم المستشار المالي بعرض الشركة كفرصة استثمارية على المستثمرين من المؤسسات. وهنا تكمن المعضلة، يعني يجب على المستشار المالي وإدارة الشركة الموازنة ما بين تعظيم القيمة لملاك الشركة من خلال توفير سعر سهم مرتفع وتقديم فرصة استثمارية مجدية للمستثمرين من المؤسسات عن طريق توفير سعر منخفض. طبعا التقييم كتعريف هو طريقة، هو عملية التحري والتحليل لتحديد القيمة الاقتصادية لشركة أو لعقار أو لحصة أو لسهم في شركة مثل ما نتكلم عليه اليوم، شركات مساهمة مقفلة. عند تحديد القيمة ليس من الضروري أن تساوي السعر، فالسعر هو المبلغ بالريالات اللي بدفعه الشاري للبائع مقابل الأصل أو السهم اللي حصل عليه. هنالك عدة عوامل يعتمد عليها قيمة الشركة. هناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادي ككل في المملكة أو في السوق التي تعمل فيه الشركة، نسب النمو الموجودة، أو عوامل داخلية للشركة مثل طبيعة المنتج أو طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة، أمور مثل هيكل رأس المال، بزنس سايكل اللي ماشي فيها الشركة، هل هي بالجروينج ستيج أو بالماتوريتي ستيج مثلا. فعشان عندنا عوامل كثيرة يجب التعامل معها، خبرة واحترافية تعامل المستشار المالي مع هذه العوامل وتحديد الطريقة الأنسب للتقييم مهمة جدا. عشان هيك بنحكي أنه دائما الفاليويشن is an art more than science. من خلال خبرتنا في التعامل مع الشركات الخاصة والعائلية في السعودية، وجدنا أن معظم ملاك الشركات يقوموا بتقييم شركاتهم بطريقة very simple asset valuation أو تقييم الأصول بدون الأخذ بعين الاعتبار ديمومية أو استمرارية الشركة اللي هو going concern factor. على سبيل المثال ممكن مالك شركة يحكي أنا تقييم شركتي بكل بساطة أناظر القوائم المالية هي البوك فاليو. ممكن واحد ثاني يحكي لا أنا أعمل adjustment على البوك فاليو ومنضيف مثلا القيمة السوقية للمخزون أو تعديل على الديبريشيشن. وفي بعض الحالات قيمنا شركات مثلا بطريقة القيمة البديلة أو replacement value. هذا المصنع لو بدك تبني مصنع مماثل له كيف ممكن تقيمه؟ بتتصل مع المورد بتشوف كم بكلفك، وبدل ما تنتظر سنتين تبني تشتري هذا المصنع تدفع بريميوم للوقت. طبعا كل هذه الأمور أوكي متعارف عليها وشفناها وبتصير في السوق، ولكن احنا اليوم نتكلم عن طرح الشركة في سوق المال، فشيء مهم جدا أخذ اعتبار ديمومية الشركة واستمراريتها. يعني احنا من نستهدف شركات منها تنطرح السوق وتتلاشى مثلا، او ما تكون الشركة مربوطة بمشروع معين او بشيء معين ممكن انها مثلا تختفي بعد سنتين او ثلاث. احنا بدنا شركات فيها قصة نجاح في الماضي، لديها قصة نجاح في المستقبل. ممكن ملاك الشركة يصير في ملاك جدد يعني وتوارث للملكية حتى وهي مدرجة، وبرضه يكون فيها إدارة قوية وتعاقب الإدارات عليها. فهذا بقولنا السلايد الثاني اللي هو طرق التقييم المعتمدة في سوقنا، الأكثر استخداما في سوقنا في السعودية، اللي بتأخذ في عين الاعتبار ديمومية واستمرارية الشركة. أول طريقة وأهمها اللي هي discounted cash flow. بكل بساطة هذه الطريقة تأخذ بعين الاعتبار النتائج المستقبلية أو التوقعات المستقبلية للشركة خلال على سبيل المثال 5 سنوات أو 7 سنوات القادمة، وتعتمد بشكل أساسي على قيمة التدفقات النقدية المستقبلية، نسبة الخصم الـ weighted average cost of capital، نسب النمو بعد السنة الخامسة. الطريقة الثانية هي طريقة المالتيبلز أو المكررات، وهي بكل بساطة مضاعف مكرر ربحية مثلا أو مكرر قيمة دفترية لشركات مشابهة ومماثلة للشركة تحت التقييم، منطبق عليها هذه المكررات لإيجاد قيمة الشركة. الطريقة الثالثة اللي هي comparables approach، عمليات مماثلة، نتكلم عن الطرح العام، فمنشوف إيش الشركات اللي طرحت في السوق السعودي في الفترة الماضية وإيش كانت المكررات لهذه الشركات، منطبقها على الشركة تحت التقييم عشان يكون عندنا قيمة استرشادية لقيمة الشركة. طبعا بناء على فهم الشركة تحت التقييم والعوامل الداخلية والخارجية يقوم المستشار المالي بتحديد نسب متفاوتة لكل طريقة من هذه الطرق. لو سمحتوا لي بس
عشان وقت يسعفنا أمشي على الخطوات الرئيسية لكل طريقة بشكل سريع جدا. أول خطوة وأهمها هو تحليل القوائم المالية التاريخية وفهم الأداء التاريخي للشركة بشكل مستفيض للثلاث سنوات الماضية أو حتى الخمس سنوات الماضية عن طريق إيجاد النسب والمؤشرات المالية التاريخية، مثل مثلا Return on Equity, Return on Asset, Payable Days, Receivable Days. كل هذه الأمور ندرسها ونفهمها 100% قبل ما نعمل مع إدارة الشركة ونحلل خطة عملهم المستقبلية. يعني على سبيل المثال، إذا كانت المبيعات تنمو 5% في السنوات السابقة والإدارة إجت وقالت بدها تنمو 10%، دورنا كمستشار مالي أنه نتأكد أن الأمور منطقية وعادلة والتقييم عادل للشركة. إذا ما في سبب جوهري لزيادة المبيعات، طبعا إحنا نرجع على الأداء التاريخي ونشوف شو كان النمو. بعد ما نفهم الأداء التاريخي 100% وخطة العمل المستقبلية ونتأكد من الافتراضات المستقبلية، منعد القوائم المالية المتوقعة مثل البالانس شيت، الانكم ستيتمنت، الكاش فلو ستيتمنت، من أجل تحديد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية، ونعمل عليها بعض التعديلات، ديسكاونت باستخدام نسبة خصم معينة، وتعديل على الديون والكاش وعدة أمور. يعني كتكنيكال ما بدنا ندخل فيها بالتفاصيل اليوم، ولكن بشكل عام هذه هي الدي سي اف ابروتش. الطريقة الثانية اللي هي المالتيبلز ابروتش، الخطوة الأولى مشابهة 100% للخطوة الأولى في الطريقة السابقة. يعني ما بتقدر تشتغل بدون ما تفهم الشركة فهم كامل ومتكامل. الخطوة الثانية منحدد إيش الشركات المشابهة في النشاط للشركة تحت التقييم، ندرس نشاط الشركة، مندور على شركات مشابهة في النشاط في سوق المحلي أو في الريجنال أو في الانترناشنال ماركتس. بعد ما نحدد هذه الشركات المماثلة، طبعا ما في شركتين مماثلة 100%، فهذا زي ما تحكي فن أكثر مما أنه ساينس. فمنحدد نوع المكرر اللي بدنا نشتغل عليه. في مكررات على مستوى حقوق الملكية مثل البرايس ايرنينجز ريشيو أو مثلا البرايس تو بوك ريشيو. في عندنا مكررات على مستوى الانتربرايز كاملة مثل الإيبيدا ريشيو أو مثلا السيلز ريشيو. دقيقتين، أوكي. فهذه ونستخدم هذه المكررات لتحديد القيمة. الطريقة الثالثة، أفضل طريقة لشرحها هو وضع أمثلة، وهذا الشكل بيوضح آخر 23 شركة تم طرحها في السوق المالي السعودي مع علاوة إصدار ما بين فترة 2010 و2016. بنلاحظ أنه متوسط البي ريشيو في هذه الفترة تقريبا 13، في الفترة الماضية كان أعلى، في الفترة قبلها كان أقل، ونسبة الخصم تقريبا 25%. الآن ننتقل لأهم العوامل التي تساهم في زيادة قيمة الشركة. طبعا في عوامل خارجية وفي عوامل داخلية. العوامل الخارجية لا يمكن التحكم بها، ولكن يجب مراقبتها، مثل مثلا لو السوق صاعد على سبيل المثال ومكررات الربح في السوق مرتفعة، فأوتوماتيكلي أنت تفترض أنه قيمة الشركة حتكون أعلى، والعكس صحيح. ولكن المهم العوامل الداخلية. خلاصة هذا السلايد عشان ما نطول عليكم، الشركة يجب أن تعمل بجهد على التأكد من وجود نمو في المبيعات وتحسن في هوامش الربحية. طبعا خلاصة الكلام، هنالك العديد من الطرق للتقييم، ولا يوجد طريقة واحدة يمكن الاعتماد عليها بشكل رئيسي وبجميع الحالات. يجب مراعاة ملاك الشركة والمستثمرين من المؤسسات والأفراد عند تقييم الشركة. الهدف الرئيسي للتقييم هو طبعا تحديد النطاق السعري الذي سوف تطرح عليه الشركة، ولكن هنالك فوائد عديدة للتقييم مثل تحديد الافتراضات الرئيسية للشركة، دراسة تأثير هذه الافتراضات على نتائج الشركة، وفهم العوامل التي تساهم في زيادة ونقصان قيمة الشركة. يعني على سبيل المثال، اشتغلنا مع شركة فيها تشتغل في مجالها فوق 20 سنة، فعارفين أسرار وخبايا البزنس تبعهم، ولكن يعني أثلجت قلبنا لما هم عملوا تقييم وعملنا لهم تقييم، قالوا أنه استفدنا كيف نسيطر على أعمال الشركة، لأنه كان في عندهم نموذج مالي مرن جدا في جميع الافتراضات اللي ممكن تتخيلها. حتى وصلنا لمرحلة لو فتح واحد مثلا، لو في حفريات قدام الفرع الفلاني إيش ممكن أثر على مبيعاتك، لو مثلا فتح منافس معين جنبه فرع معين عندك إيش ممكن أثر على المبيعات اللي عندك. فوجود هذه التول عند المانجمنت يلعبوا في المتغيرات أو الكي بزنس درايفرز عندهم في الشركة، بتساعدهم على السيطرة على الشركة والتأكد أنه قيمتهم دائما في ارتفاع. في النهاية أود أن أشكر لكم حسن استماعكم، شكرا لكم،
أكيد حيكون في أسئلة وأجوبة، ولو حتى ما أسعفنا الوقت في الجلسة هذه، بعد الجلسة أهلا وسهلا ومرحبا أي سؤال عندكم. شكرا. شاكرين ومقدرين معك. طبعا الزملاء الأخوان الحضور اللي يبغى يسأل سؤال أو يناقش الأخوان هنا، طبعا بقي لنا تقريبا 12 دقيقة، وإذا فيه أي احتياجات أسئلة أكثر تقدرون تقابلونهم عندهم، المواقع حقتهم قريبة من في نفس الغرفة. ميكروفون شباب. سؤالي للأستاذ سعد بخصوص الاندماج والاستحواذ في الشركات. حاليا في توجه لهيئة سوق المال وتداول بطرح الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهل هذا بيأثر على عمليات الاندماج والاستحواذ؟ لأن أنا كشركة صغيرة أقول ليش أستحوذ، أخلي شركة إكس تستحوذ علي، أنا أطرح للسوق مباشرة، فهل هذا بيكون فيه تعارض ما بين عمليات الاندماج والاستحواذ والطرح المباشر؟ أخوي محمد، بالنسبة للسوق الثاني هو الهدف منه يعني ما هو فقط الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن الهدف منه أنه يكون فيه متطلبات أقل بشكل عام. طبعا معالمه إلى الآن يعني جاري العمل عليها بنواحي كثيرة أكثر تفصيل، لكن الاندماج والاستحواذ هذا بالنسبة للسوق الثاني، فما أشوف أي أثر مباشر بالنسبة لعمليات الاندماج والاستحواذ. لا عفوا، يمكن السؤال ما كان واضح. طال عمرك أنا كشركة صغيرة حاليا، إلا إذا كان قصدكم في الاندماج والاستحواذ ما بين شركات مطروحة في السوق، لكن أنا استحوذ على شركة من خارج السوق وأدخلها للسوق المالية، أنا شركة متداولة في السوق، أنا كشركة صغيرة وش البنفيت، وش الفائدة اللي بجنيها من الاستحواذ من الشركة، من شركة إكس علي أو اندماج معها؟ أنا أطرح في السوق مباشرة تخارج في السوق الشركات الصغيرة زي ما قلت لك. هو بالأخير الخيار يعني يظل في الشركة، سواء يا أنه بالقبول الاستحواذ أو التخارج زي ما تفضلت، ما في يعني أي إلزام أو بخصوص أنه لازم أنه تتخارج من الشركة أو أنك يستحوذ عليك، فهذا بالأخير قرار الشركة. إذا بتسمح لي سعد، صالح عنده تعليق. بالعكس، أنا أشوف أنها قد تكون محفز كبير للاندماج والاستحواذ. يعني إحنا شفنا ضعف كبير في عملية الاندماج والاستحواذ بسبب ضياع مسألة التقييم أو اختلاف التقييم بين الملاك الشركات. فلما تكون اثنينهم مدرجة يكون فيها تبادل أسهم بين الشركتين في السوق الثانوي، أو إذا كانت إحداهم مدرجة في السوق الثانوي وإحداهم شركة ملكية خاصة، بإمكان الشركة المدرجة أنها تصدر أسهم أو تروح سوق المال وتقترض أو ترفع رأس مالها تستحوذ على الشركة الأخرى. بالعكس، أنا أشوفها محفز كبير جدا للاستحواذ. عندك أي تعليق رائد؟ اسمح لي أخوي محمد، الصوت واضح. أنا أعتقد أن الاستحواذ والاندماج أعتقد أن الاستحواذ والاندماج هو له أهداف معينة، وليس من أهدافه طرح الشركة، هو هدف استمرارية أعمال اندماج شركتين في نفس القطاع أو التخارج من بعض الأطراف. نادرا ما يكون الاستحواذ والاندماج الهدف منه التخارج. طيب، أحد سنسوي تفضل. السلام عليكم. سؤال الأستاذ معاذ، فيما يخص يعني المعدلات التي يتم استخدامها، يعني ذكرت ثلاثة نماذج، هل هناك فروقات يعني بين ثلاثة نماذج هذه ولا لا؟ إيش البوندريشن اللي تستخدمونها، يعني الأوزان يعني لاستخراج المتوسط، السعر المتوسط، ومعدل القسم يعني كم يعني حاليا وكيف يتم استخراجه يعني؟ شكرا. شكرا لسؤالك. طبعا يا ريت لو سؤالك له جواب واضح، هرجع احكي لك انه valuation is an art more than science. فتحديد الاوزان بتم على وضع الشركه نفسها، يعني لو في توقعات للشركه للنمو في المستقبل عاليه
فانت مضطر انه الديسكاونتد كاش فلو تعطيها ويت اكثر. اذا مثلا عندك شركات مشابهه جدا للشركه اللي انت بتقيمها ممكن تحط ويت اكثر على المالتيبلز ابروتش. الكومبربلز ابروتش هو عباره عن زي ما تحكي تقييم استرشادي، يعني زي ما تحكي والله كم سعر المتر في الحي الفلاني، ممكن تعطي رقم واحد ولكن القطعه الفلانيه اللي في الزاويه اللي عليها ثلاث شوارع وفي محطه رئيسيه للقطار المترو الرياض قدامها بدك تعطيها اعلى، والعكس صحيح لو في مثلا قطعه مثلا جاي شكلها غير هندسي فبدك تعطيها قيمه اقل. فكل هذه الامور قيم استرشاديه. بالعاده بنحط ويت اكثر على الديسكاونتد كاش فلو لانه بيعمل ريفلكشن للاداء التاريخي، واذا الدراسه انعملت بطريقه صحيحه جدا والمستشار المالي كان انفولد افري ستيب اوف ذا واي بالفالويشن للشركه وعمل تشالنجينج لكل الاسامبشنز. ترى اسم لما نحكي افتراضات احنا ما بنحكي افتراض واحد مثلا نسبه الخصم بس او نسبه النمو، يعني في بعض الشركات كان عدد الافتراضات افترضناها فوق ال 1500 افتراض، فالامور ممكن تكون معقده. بس اكيد زي ما تفضلت انه بعض الامور حساسه، سالت عن نسبه الخصم هذه الايام ما فيها، يعني هذا منه سعر حديد ولا سعر ذهب ولا كذا، هذه الايام كم نسبه الخصم. صح له علاقه في 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 وضع السوق ككل، ولكن بالنهايه كل شركه لها حيثياتها، لازم المستشار المالي واداره الشركه يكونوا عارفين بالضبط ايش حيثيات هاي الشركه واستخدام الساينس عشان نوصل لقيمه محدده. هذا سؤالين. سؤال من كم الى كم يعني؟ والله ما فيها كم لكم، يعني اذا حكيت لك 10 ل 15 حكيت لك 8 ل 12 فحسب حسب حسب الريسك او نشاط الشركه هاو ريسكي از ات. تفضل. السلام عليكم، في مداخله فرع سيده. تفضل نسيناكم والله معليش. تفضل. السلام عليكم، أنا بسمة تويجري من جامعة الملك سعود. عندي سؤالين، الأول للأستاذ سعد من هيئة السوق المالية والثاني للأستاذ معاذ. السؤال الأول أستاذ سعد، أنت ذكرت في شروط الإدراج أنه الشركات اللي راح تطرح أسهمها للاكتتاب العام المفترض أنها تطرح على الأقل 30% أو 100 مليون ريال. هل هي either or، يعني هل هي مثلا 30% او 100 مليون؟ لانه احنا شفنا بعض الشركات طرحت 5% فقط، فهل ال 5% هذه كانت كافيه انها يعني للطرح؟ هل لانه قيمتها 100 مليون فهذا كان يعني سبب انها طرحت فقط 5%؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني استاذ معاذ، في طريقه اخرى للتقييم اللي هي الدي دي ام اللي هي discounted dividends model، فما اعرف انتم ليش ما اخذتوها في الاعتبار مع انها من اهم طرق التقييم. شكرا جزيلا. تفضل. بالنسبه للجزء الاول من السؤال، هي طبعا هذه حدود دنيا، ال 100 مليون هذه ما هي الطرح مره اخرى، هي الادراج. الاسهم المطروحه قد تكون قيمتها اقل من ذلك. 30% كذلك هو الحد الادنى. طبعا القواعد اتاحت للهيئه ان في حال وجود يعني بتحفظ عن طريق مجلس الهيئة أنه إذا كان ممكن طرح نسبة أقل، لكن الحدود الدنيا هي 30% والمئة مليون كإدراج كامل الأسهم في السوق. بالنسبة للسؤال الثاني معك حق Dividend Discount Model، هي تعتبر طريقة مهمة وقوية، ولكن حبيت في البرزنتيشن تبعتي اكون اكثر اقرب للواقعيه وايش سوقنا السعودي هنا، يعني ايش الوضع اللي صاير فيه. اذا مر علينا شركه، طبعا طرق التقييم مش بس دي دي ام، في عندك عشرات الطرق للتقييم غير هذه اللي انا ذكرتها واللي انت ذكرتيها، ولكن اذا مر علينا شركه والدي دي ام هو ذا بيست ابروتش عشان نقيم هاي الشركه، ما عندنا مانع نستخدمها. والدي دي ام بس بشكل عام يعني هي الديفيدند ديسكاونت موديل، الشركه لازم يكون عندها اداء تاريخي للديفيدنس واضح وديفيدنس بوليسي في الفتره القادمه واضحه عشان انت تقدر تعتمد على الدي دي ام موديل. فيه سؤال ثاني من السيدات. طيب تفضل. هنا اقدر؟ عفوا. طيب تفضل انت سالت قبل شيء. ما سالت صح. تفضل. السلام عليكم. اسئله اكشلي للاستاذ سعد بخصوص، هي اكشلي ثلاث اسئله بس ان شاء الله انها خفيفه وصغيره مره سريعه، يعني بخصوص قيمه السوقيه للشركه المطروحه انها تكون 100 مليون،
فنظريا قاعدين نتكلم على شركة قيمة الإدراج مثلا هيكون حوالي 30 مليون. كيف تنظر الهيئة لهذا الأمر؟ لو جت شركة اليوم قيمتها السوقية 100 مليون وتقدمت بملف لهيئة سوق المال، هل تنظر الشركة لهذه الشركة كشركة صغيرة أم أنها تعاملها بمعاملة أنظمة واللوائح؟ الأنظمة واللوائح واضحة 30 مليون من المئة حسب ما أقرأها أنا. هذا السؤال. بخصوص العملية الثانية اللي هي الريفيرس تيك أوفر أو الشراء العكسي، اليوم لو جاء كلاينت أو شركة تقدمت لهيئة سوق المال بطلب الاستحواذ أو مبادلة أسهم مع شركة غير مدرجة أكبر حجما، عملية تبادل الأسهم يعني، كيف تنظر الهيئة إلى هذا الأمر؟ هل هناك تحفظ أو شيء أنه شركة مثلا قيمتها السوقية أو الماركت كاب تبعها مثلا 200 مليون تستحوذ على شركة؟ هي عملية استحواذ عكسي مثلا قيمتها مليار، فنسبيا حتكون الشركة تملك فقط 20% بالشركة البوست ميرجر. طيب عندنا دقيقة واحدة. طيب أو خذها على جنب بعد ممكن في توضيح أكثر يكون بعدها، لكن بشكل عام القواعد وضعت لتنظيم الطرح بشكل عام لشيء ينطبق على جميع الشركات. فإذا في شركة طرحت 30 زي ما تفضلت 30 مليون بالأخير، الهيئة لا تنظر إلى أي معايير لها علاقة بالملاء أو بالملائمة. يعني إذا كانت قيمة الطرح غير مقبولة للمستثمر فهو بالأخير الذي سيقرر الدخول في هذا الطرح أو لا. فالحدود الدنيا هذه موجودة طبعا في أشياء أخرى اللي هي نسبة الملكية للجمهور وغيرها، لكن بالنسبة للقواعد ما في شيء يمنع أنه الطرح يكون بهالمبلغ. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لجميع الحضور، شكرا لغرفة الرياض والمنظمين، ونقدر لكم. شكرا. في نهاية هذه الجلسة لا نسعنا إلا أن نشكر رئيس الجلسة وكذلك المتحدثون. أما الآن يتفضل سعادة الدكتور سعود السلي بتكريم رئيس الجلسة والمتحدثون. أولا سعادة الأستاذ سعد الحصوصة. والأستاذ محمد أرميح. والأستاذ سعد الغريري. والأستاذ صالح الحناكي. والأستاذ معاذ الخصاونة.